عيد شوية بس من قدام شوية. قد خلقنا شيعة من طينة عجنت من نحر دام الودجين، وسقت طينتنا زينب في مأتم الحزن بأزكى دمعتين، وأخذنا عن أبي الفضل الوفاء فهو للجود وللإيثار عين. منذ أن كنا صغارا رضعا وحسين كان درس الأبوين، منذ أن كنا صغارا رضعا وحسين كان درس الأبوين، ونشأنا ووجدنا كربلا. قصرتوا على الصوت ها. ونشأنا ووجدنا كربلا موطن الروح وثاني القبلتين، ورفعناه شعارا خالدا نداء العاشقين، ورفعناه شعارا خالدا إننا للموت عشاق، ورفعناه شعارا خالدا إننا للموت عشاق، إننا للموت عشاق الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، حسين سبط من الأصباط، أحب الله من أحب حسينا. صدق رسول الكريم وصدقت العترة الطاهرة لذكرهم الصلوات. أسعد الله أيامكم ولياليكم بكل خير، وهنيئا لكم هذا الاجتماع والاحتفاء والاحتفال بذكرى ميلاد صبت رسول الله الثاني صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن الحسين حديث عن العظمة وحديث عن الكمال وحديث عن الوجود البشري وحديث عن الدين واستقامة الدين. فلولا أبو عبد الله الحسين ومجيئه إلى هذه الدنيا لما رأيت إسلاما، ولما رأيت كل شيء من مبادئ الإسلام أو مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث فقال: حسين مني وأنا من حسين، أي أني ابتداء الدين خب بجميع الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن هناك خاتم الأنبياء جاء في آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم، وسن الأحكام ونسخ الشرائع التي من قبله وهي شرائع الأنبياء، وجاء بالشريعة السمحاء الإسلامية. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بتعليم الناس وتثقيفهم وتهذيبهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هناك إكرام بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك إصرار وتحدي من بني هاشم لمؤازرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعمه ونصره صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رحل عن هذه الدنيا والأمة لا زالت متكاللة على مبادئ الإسلام وعلى محو الإسلام. اتباع الرسول اتباع إلى الإسلام، المخالفة لأقوال رسول الله انحراف عن الدين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكد على دور أبي عبد الله الحسين، سوف يكون له الدور المفصلي في هذه الأمة، وسوف ينقذ هذا الدين بدمه الطاهر عليه أفضل الصلاة والسلام. أي أن ابتداء هذا الدين برسول الله والمحافظ عن الدين وعن مبادئ الدين هم أهل البيت، وخاتمهم وخاتم أصحاب الكساء هو أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فثبت هذا الدين بدمه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. سوف نقرأ هذه الرواية أو هذا الحديث في ليلة النصف من شهر شعبان. لماذا يزار الحسين؟ لماذا يزار الحسين في النصف من شهر شعبان؟ خب هو ليس مولد أبو عبد الله الحسين، مولده في الثالث من شهر شعبان. لماذا يركز أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام زيارة الحسين في النصف من شهر شعبان؟ وزياراته متعددة، وأكثر الزيارات للأئمة عليهم السلام هو أبو عبد الله الحسين، أي أننا نزوره في كل مناسبة، أي أننا نزوره في كل مناسبة مهمة في الإسلام. زيارات أبو عبد الله الحسين مخصوصة، يزار في ليلة القدر، أولا يزار في يوم عاشوراء، يزار في يوم الأربعين، يزار في الأول من شهر رجب، يزار في النصف من شهر رجب، في النصف من شهر شعبان، في ليلة القدر، في ليلة العيدين، في ليلة ويوم عرفة، زياراته عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن هذه المناسبات لها ارتباط بالإسلام. أي أن ارتباطنا بأبي عبد الله الحسين ارتباطنا بالإسلام، فلولا أبو عبد الله الحسين لما كانت هذه المناسبة، لما كانت ليلة القدر، لما كان ليلة العيد، لما كان الحج. فبدمه الطاهر انتصر هذا الدين، فالأمة مدانة لأبي عبد الله الحسين فتزوره في كل وقت، وبالخصوص في النصف من شهر شعبان. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من أرادت روحه أن تصافح 124,000 نبي فليكن عند قبر الحسين في النصف من شهر شعبان، فإن أنبياء الله وملائكته يستأذنون الله في زيارتهم لأبي عبد الله الحسين بما فيهم أولي العزم. أولي العزم أصحاب الرسائل وأصحاب الشرائع يزورون أبو عبد الله الحسين
شنو هالعظمة لأبي عبد الله الحسين؟ شنو يمثل أبو عبد الله الحسين في الدين الإسلامي؟ شنو يمثل؟ الأنبياء الله أولي العزم أصحاب الرسائل يستأذنون الله في زيارتهم للحسين عليه السلام. نعم، الجواب على هذا نعلم بأن الدين إن الدين عند الله الإسلام، وبعث الأنبياء وبعث جميع الأنبياء على الدين الإسلامي، وليس هناك دين لعيسى، دين لموسى، دين لإبراهيم، لا، هناك شرائع نقرأ في دعاء الندبة: ولكل جعلت له منهاج، ولكل شرعت له شرعة وجعلت له منهاجا. الشرائع هي التي جاء بها الأنبياء، أما الدين واحد، الدين الإسلامي هو الذي بعث عليه جميع الأنبياء. فالباري عز وجل بعث جميع الأنبياء بالدين الإسلامي، ولكن هل الدين الإسلامي استقام في عهد الأنبياء؟ بقي، يعني هل الدين استقام في عهد الأنبياء وأخذت الناس الدين الإسلامي من الأنبياء، أم هناك انحراف عن مسيرة الأنبياء؟ إبراهيم الخليل عندما جاء بتوحيد الله الواحد الأحد الفرد الصمد وأمرهم بعبادة الله ونهاهم عن عبادة الأصنام، هل هناك امتثال لدعوة النبي إبراهيم عليه السلام، أم أنه ألقوه في النار وانحرفوا عن دعوة النبي إبراهيم وعبدوا الأصنام وعلقوا الأصنام في البيت الحرام؟ هل هناك اتباع للنبي إبراهيم اتباعا حقيقيا؟ دعوة النبي موسى عليه السلام أمرهم فجميع الأنبياء يأمرون أقوامهم بعبادة الله الواحد الأحد، يأمرونهم بتوحيد الله، هل هناك اتباع لقوم موسى لنبي الله موسى ولمبادئ النبي موسى ولتعاليمه ولدعوته، أم عبدوا العجل والسامري؟ دعوة النبي عيسى عليه السلام، هل هناك امتثال لدعوة النبي عيسى، أم أنهم انحرفوا عن دعوة النبي عيسى وألهوه وجعلوه ابن إلى الباري عز وجل وأخذوا تعاليمهم من رهبانهم ومن هؤلاء الذين جاءوا وحرفوا الديانة المسيحية في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلوا على محمد. هل هناك اتباع للنبي محمد عندما أمرهم باتباع أهل البيت؟ قد يعني جت لنا مناسبة المبعث الشريف، أمرهم بعبادة الله وأمرهم باتباع أهل البيت وأمرهم باتباع أمير المؤمنين عليه السلام والانقياد له، هل هناك اتباع؟ هل هناك تنفيذ لأوامر رسول الله؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في يوم رحيل رسول الله هل هناك اتباع لرسول الله وتنفيذ لأوامر رسول الله، أم هناك انحراف؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابه. حدث الانقلاب أم لم يحدث في عهد رسول الله؟ ومضى رسول الله وهو خاتم الأنبياء. الآن مهمة حماية الدين الإسلامي على يد من؟
على يد أمير المؤمنين، إنما أنت منذر ولكل قوم هم. هل ترك أبو الحسن عليه السلام لأن يحقق ولأن يطرح الإسلام الحقيقي كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ظاهرة واحدة ما قدر يسوي، ما قدر يرفعها. صلاة التراويح ما قدر يرفعها، التكتف ما قدر يرفعها، ولا زالت الأم مصرة على عنادها وعلى جهلها وعلى ضلالها. 5 سنين بأبي وأمي وقتل بعد ذلك. الإمام الحسن هم كذلك. الآن يعني بمثابة شنو نقول إحنا؟ يعني طوفان، طوفان جاي جارف. تعرفون الطوفان إذا يجي يجرف كل شيء، إذا يجي سونامي ما أدري شنو هذا يجي يخبط الدنيا خباط، وكل يعني وكل حاجز يدمر ينقلب إلى أن وصل الدور إلى أبي عبد الله الحسين. قال خلاص انحراف ماكو، الآن يثبت هذا الدين. ما هو السر في ثبات هذا الدين بعد رحيل رسول الله بدمه الطاهر عليه السلام؟ إن كان دين محمد لم يستقل إلا بقتلي. فيا سيوف خذيني، فمهم جدا مجيء أبي عبد الله الحسين إلى هذه الدنيا وولادته عليه أفضل الصلاة والسلام. فولد الحسين مرتين، ولد جسدا بأبي وأمي في 3 من شهر شعبان، وولد بعنفوان الإسلام وروح الإسلام والإسلام في يوم عاشوراء، ولادة الدين الإسلام عن الانحراف وعن الظلم. فأبو عبد الله الحسين مجيئه مهم، ولذلك الباري عز وجل في يوم ميلاده أصدر مراسيم وقرارات في السماء وأمر الملائكة بالهبوط إلى الأرض، مراسيم لم يجرها إلى أي ولي وإلى أي معصوم عليهم أفضل الصلاة والسلام. المراسيم التي اتخذها الباري عز وجل، يعني قرارات صدر الباري، يعني قرارات أصدرها الباري عز وجل بمناسبة ميلاد أبي عبد الله الحسين. القرار الأول، وهذا قراء الحجة الآن في نص المولد، خلونا نتدبر في عبائر نص المولد، مو يقرأ وإحنا يقرأ هذا النص ولا نعي ماذا يقول القارئ. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى مالك خازن النيران أن اخمد النيران على أهلها إكراما لمولود يولد في دار الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأوحى الباري تعالى إلى الحور العين أن يتزينن ويتزاورن كرامة لمولود يولد في دار الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتمجيد إكراما لمولود يولد في دار الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى جبرائيل أن اهبط إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله في 1000 قبيل، والقبيل 1000 ملك على خيول مسروجة وملجمة وعليها قباب من الدر والياقوت، ومعهم ملائكة ويقال لهم الروحانيون،
وبأيديهم أطباق من نور أن يهنئ النبي محمد لمولوده صلى الله لمولوده عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوحى الله تعالى سبحانه وتعالى إلى أجمل حورية في الجنة لعياء أن تكون القابلة للزهراء والمستقبلة لأبي عبد الله الحسين يوم ميلاده. هذه قرارات أمر بها الباري عز وجل. شنو عظمة الحسين؟ الحسين هو الذي أحيى الدين، فالأمة والدين والجميع يعني الأمة مدانة لأبي عبد الله الحسين، وأنت تؤدي عبادة الزيارة لازم تقر وتعترف للإمام الحسين بأنه أحيا هذا الدين، ولولا هو لما كنا نحن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه العبارة هذه تقرأها في زيارة الحسين، في زيارة عرفة، في زيارة النصف من شهر شعبان، أقول في زيارة النصف من شهر رجب، في زيارة الأول من شهر رجب. الحمد لله الذي هدانا لهذا. لمن؟ لهذا من؟ لهذا. الحمد لله الذي هدانا لهذا. من هذا؟ ولو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا هو المقصود الحسين عليه السلام الذي أحيا الدين. فهنيئا لكم هذا الولاء والاجتماع، ونختم إياكم بالمدائح والجلوات إن شاء الله نكون نخدمكم في أيام أخرى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله تعالى أن يهب لفاطمة الزهراء الحسين، وكان مولده في الثالث من شهر شعبان، فلما وقعت في طلقها أوحى الله تعالى إلى لعياء وهي حوراء من حور الجنة، وأهل الجنة إذا أرادوا أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إلى لعياء. قال: ولها 70,000 وصيفة، و70,000 قصر، و70,000 مقصورة، و70,000 غرفة مكللة بأنواع الجواهر والمرجان، وقصر لعيا أعلى من كل القصور، أعلى من كل القصور ومن كل قصر في الجنة. إذا أشرفت على الجنة نظرت جميع ما في الجنة، وأضاءت الجنة من ضوء خديها وجبينها، وأوحى الله تعالى إليها أن اهبطي إلى دار الدنيا إلى ابنة حبيبي محمد. وآنسي لها، وأوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان، وزينها كرامة لمولود يولد في دار الدنيا. وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتقديس والثناء على الله تعالى،
وأوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن اهبطوا إلى الأرض في قنديل من الملائكة، وقيل القنديل ألف ألف ملاك، فبينما هم هبوط من سماء من السماء حتى أتوا إلى سماء الرابعة وفيها ملك يقال له صلصائيل له سبعون ألف جناح وقد نشرها من المشرق إلى المغرب وهو شاخص نحو العرش لأنه فكر في نفسه فقال أترى الله يعلم ما في قرار هذا البحر وما يسير في ظلمة الليل وضوء النهار فعلم الله ما في نفسه فأوحى إليه أن قم من مكانك ولا تركع ولا تسجد عقوبة لما فكرت في نفسك قال فهبطت لعيا على فاطمة وقالت لها مرحبا بك يا ابنة محمد كيف حالك يا ابنة محمد صلى الله عليه وآله وكيف حالك فقالت بخير ولحق فاطمة الحياء من لعياء ولم تدر ماذا تفرش لها فبينما هي كذلك متفكرة إذ هبطت حورا ومعها درنوك من درانيك الجنة فبسطته في منزل فاطمة فجلست عليه لعيا فبينما هم كذلك وإذا بالأنوار تتساطع من دار فاطمة والروائح تتفاوح من هذا وهم جلوس على ذلك الدرنوك ثم أن فاطمة وضعت بالحسين أفضل الصلاة على الله أيامكم جلوة خفيفة وأختم وإياكم ميلاد الحسين نهني المصطفى ميلاد الحسين نهني المصطفى ميلاد الحسين ثالث بشعبان محافل النصب عيد وأجل عيد ويفرح كل قلب
كل احنا شيعة ومشينا بهالدروب، وعدنا عقيدة وولاية ومعرفة، ميلاد الحسين نهن المصطفى. أعلى حبيبي أعلى، بعد ميلاد الحسين نهن، احنا وابو اليمه، احنا وابو اليمه شيعا ننحسب، من عالم الذار اسمنا منكتب، نحضر مجلسه والخدمه ننتسب، لو ما مجلسه على الدنيا العفا، ميلاد الحسين نهن. احنا ويا الحسين مثل روح وجسد، روح لنا وهو وينطينا العزم، وخدام احنا وشرفنا هالاسم، وخدام احنا وشرفنا هالاسم، كل شيعة خدمة حسين تشرفه، كل شيعة خدمة حسين تشرفه، ميلاد الحسين نهن. يا المحب لما تنصب هالحفل، هذي ولادة صبت صيد الرسل، واحنا واحنا انولدنا بولادة هالنفيل، واحنا انولدنا بولادة هالنفيل، والملك جينا اليوم ينظفا، والملك جانا اليوم ينظفا، ميلاد الحسين نهن. بهذا الحفل جبريل جانا ويا غلا، ويا الملايك بمر رب العلا، لن مهد من نور وياه تنزل، وجنحان الاملاك عليهم رفرفا، جنحان الاملاك عليهم رفرفا، بلاد الحسين نهن. وعاينا الحسين وهو بذاك المهد، ويهز جبريل ورف طير السعد، والحور نزلت تناغيه بعد، كل روح شيعي على متلهفة، كل روح شيعي على متلهفة، ميلاد الحسين نهن. يا ابو السجاد احنا بمولدك، نفرح ونلعن الغصبة ووالدك، يا ابو السجاد احنا بمولدك، نفرح ونلعن الغصبة ووالدك، واللعنة تزيد على الاخذة وفداك، واللعنة تزيد على الاخذة وفداك، لو راد سالف تطول السالفة، ميلاد الحسين نهن. بعد ميلاد الحسين الحين ابغى الصوت شوية يختلف، الحين تهتف باسم الحسين، يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين، بعد مو عاجبني هذا النداء، يا حسين يا حسين ويا حسين يا حسين، هاك اسمع ايش قال القلب يا محبوب، يا
هاك اسمع ايش قال القلب يا محبوب، وهاك اسمع ايش قال القلب يا محبوب، وحبك يسير ويلدم بالقلوب، وحبك ذنبنا لا تظن منا نتوب، ونذوي لك شموع العمر بالدروب، ونضوي لك شموع العمر بالدروب. او يا قرة عيوني يلبي كلاموني، يا قرة عيوني او صرختنا تبقى ترتفع بالارواح، وصرختنا تبقى ترتفع بالارواح، ونردد اسمك بالحزن وبالافراح، ونردد اسمك بالحزن والافراح، ويل ذكرك بطيب السعادة فواح، ويل ذكرك بطيب السعادة فواح، ويا كلمة تجلي الهموم وتنزاح، ويا كلمة تجلي الهموم وتنزاح. ويا حسين يا غالي يا بدر آمالي، يا حسين أو يا حسين يا غالي يا بدر آمالي، وصرختنا تبقى ترتفع بالأرواح، ونردد اسمك بالحزن وبالأفراح، ويل ذكرك بطيب السعادة فواح، ويا كلمة تجلي الهموم وتنزاح. ويا حسين يا غالي يا بدر آمالي، يا حسين ويا حسين يا غالي يا بدر آمالي، أختم وإياكم بموال في أهل البيت، وهذا امتحان إليكم الآن، اللي بيردد الاسم هو ناجح في العقيدة إن شاء الله، بس تردد وياي موال، والموال فيه ثلاث كلمات، واحدة ثنتين والجواب في الثالث. ما يوم روض الوفاء من الورود أحمد، لا مو تقول لي هيه احفظ حافظ على قرسية الماتم، ردد اسم أحمد في الأخير. ما يوم روض الوفاء من الورود أحمد، لمشي بخير وسعى واجب علي أحمد، حب وداد النبينا المصطفى. بس تردد في الثالثة. ما يوم روض الوفاء من الورود أحمد، لمشي بخير وسعى واجب علي أحمد، حب وداد النبينا المصطفى. دايم يظل متصل يا ربي يشهد علي، وخلي يكسبي الدغر ويزيد ضيمه علي، ما عوف حب الوصي وابقى بولاية بستان حيدر زهى، هاك انظر الزهرة واللي يذب لي زهر ما همنا الزهرة، لان عندي حب الوصي وحب فاطمة بستان، حب الزكية عمل ما وجد مثل حسن، وعروقي ماي الوفا من لغر ودها حسن، عد يا شرف من ولد مثل الامام، الحنظل بودهم عسل يشفى في بيل حسين، بحب آل طاهر تقي من احسن الاحسين، وهنيا لك من صبح خادم صدق، واللي يضدهم هلك لو عمر ظل سجاد، الشيعتهم انا فرشت جفن النظر سجاد،
ومنك أخذت الصبر يا سيدي بصبر العلي لاعترف وك يا زمن باقر عودك صبح للعلم بين الأمم باقر أفضل سلام النبي لمحمد أهل الذكر نهجهم أخذوا علي صادق ما عدهم أبدا زلل كل قولهم صادق جعفري أنا وهلي وإمامي خلي يبرد بشفرته دهري وحد موسى عاشق وقلب شغف هذا العشق مسه بحاجات ايام الردت ود وجهه كل وكل من قصد حضرته بالخير رد والرضا والجنة يضمن الك كاشف اسرار الفضاء وبالكاظم انا قسمت يا سامعي ول ورسمت روحي درع بين المخاطر تقي والبايع للنبي محسوب هذا تقي يا مذهب إمامهم قل الجواد مذهب الشيعة صبح للغانم هادي وللدين عمري فدا وبلا ثمن هادي عاشر أنوار الهدى من فاطمة عسكر بصدر الشعر ما ينهزم عسكري وجندي لبن فاطمة لقضي العمر عسكري لمن يجيب النصر ابنك يا هل ولمن يجيب النصر ابنك يا هل ولمن يجيب النصر ابنك يا هل عسكري لمن يجيب النصر ابنك يا هل متسمي باسم الهدى مهدي الأمم أحمد مهدي الأمم مهدي الأمم مهدي الأمم أحمد يقول لكم إدارة الماتم إحياء جميع المناسبات في هذا الماتم أفضل الصلاة الجمع هذه هي الليلة للمناسبات تقل عليكم شوية يا جماعة استريحوا الخطيب شوية مستعجل و